الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة. الصين تعلن إتمام مناورتها بنجاح في مضيق تايوان والتي هدفت لمحاكاة فرض تطويق حول الجزيرة. بريطانيا تشهد اليوم إضراباً واسعاً في صفوف الأطباء احتجاجاً على تردي الأجور الوظيفية. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض ومتحف مراكب الملك خوفو وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني، وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة حصول أهالي الجزيرة على التعويض المناسب سواء من وحدة بديلة أو تعويض مالي أو خلافه. كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة والتي تشمل أعمال الكهرباء ومحطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، وذلك على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة
وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران والخطط المستقبلية للشركة، شدد مدبولي على ضرورة مواصلة العمل على التخطيط الاستراتيجي المستمر للشركة بما يحقق الأهداف المرجوة. وصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة. إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري، واستكمالا لسلسلة ورش العمل التي تعقدها تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. أحيي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على أنها يعني بتقوم بدور مهم جدا في نشر الوعي فيما يتعلق بتخصصات عديدة. أنا النهاردة بتكلم عن الاقتصاد، في هذه المحاضرات اللي قمنا بيها بنبين قد إيه الاقتصاد بتاعنا يعني بيلعب دور مهم جدا. النهاردة عندنا الحقيقة كوادر من وزارة العدل للحديث عن الوعي وصناعة الإعلام وصناعة الأخبار، وإزاي نقرأ الخبر وإزاي إن أنا أقدر من غير تهوين ولا تهويل أتعامل معاه. تناولت ورشة العمل على مدار 5 أيام عدداً من الموضوعات الهامة ذات الصلة بحروب الجيل الرابع وآليات مواجهة الشائعات التي تستهدف هدم الدول من الداخل والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. توجه بالشكر لوزارة الداخلية لكونها ليست فقط تعمل على أمن البلاد، وإنما أيضا عندها رسالة توعوية كبيرة من خلال مؤسساتها داخل هذه الوزارة العريقة للتخاطب والنقاش مع المجتمع. التقينا بقامات علمية وفرت لنا معلومات لم تكن متاحة إلينا وعملت لنا زيادة في الوعي. كان في بعض الأمور كنت مفتقدها، ما كانش عندي فكرة كاملة عنها، كونت فكرة كاملة عنها بناء على المحاضرات او ورشه العمل والمناقشات. لازم يكون الواحد خارج من الدوره دي قادر ان هو الافاده اللي هو خدها تعم على الناس اللي بيتعامل معاها. هذه الورشه وغيرها من ورش العمل التي تعقدها وزاره الداخليه في هذا الاطار تستهدف تنميه الوعي وتشكيل حائط صد مجتمعي ضد مخططات هدم الدول والتاكيد على الجهود المبذوله لبناء الدوله. فقد أشاد المشاركون بهذه الورش التي رفعت الوعي لديهم. طلعنا على كثير من النقاط اللي كانت ممكن تبقى غايبة عننا، زي كيفية تأثير الشائعات على المجتمع وعدم معرفة مصدرها. دورنا بقى بعد ما بنخلص الورشة دي، دورنا في العمل الإداري وفي الجهاز الإداري للدولة إن إحنا نقدر نوعي زملائنا في العمل ونوضح لهم الصور الحقيقية. بشكر وزارة الداخلية على هذه الدورة العظيمة اللي استفدنا منها كلنا، أنا وزمايلي في جميع الوزارة. تنظيم هذه الورش استمرارا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية لبناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات التشكيك والهدم ونشر الشائعات. نفى مصدر مصري مسؤول في تصريحات للقاهرة الإخبارية ما زعمته صحيفة واشنطن بوست أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40,000 صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة. وأضاف المصدر أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، وأضاف أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هما السلام والاستقرار والتنمية.
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة ستتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان ووزير الخارجية اليوناني، كما سيلتقي شكري مع رئيس اتحاد شركات كوبليزوس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان. أعلنت الصين أنها أنجزت بنجاح مناورتها العسكرية في مضيق تايوان والتي استمرت 3 أيام وهدفت إلى محاكاة فرض تطويق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين واحدا من أقاليمها. وأوضحت قيادة الجيش الصيني أنها اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف أو في ظروف قتال فعلية. أكد البيت الأبيض أنه ليست هناك أي مؤشرات على أن الصين تخطط لشن عملية عسكرية وشيكة ضد تايوان. كما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الصين، مجددا التأكيد على أنه لا تغيير بشأن سياسة الصين الواحدة. كما أكد أنه من المهم أن تظل خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين حتى في وقت التوتر. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين القيام بزيارة نهاية الأسبوع الجاري إلى فيتنام واليابان بالتزامن مع اشتعال التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيناقش في هانوي الرؤية المشتركة لإرساء السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قبل أن يتوجه إلى طوكيو لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبعة. بعد تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، قطعت كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية وصفة إياها بأنها تابعة للولايات المتحدة، وذلك على خلفية إجراء مناورات عسكرية بين سول وواشنطن. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. وسط تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على إثر تجارب أسلحة باليستية قامت بها بيونغ يانغ مؤخراً، تجاهلت كوريا الشمالية الاتصالات الروتينية التي تتلقاها يوميا من جارتها الجنوبية لليوم الرابع على التوالي. وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلت عن وزارة الوحدة قولها إن الجارة الشمالية قطعت على ما يبدو خط الاتصال من جانب واحد، حيث لم ترد على المكالمات الروتينية منذ يوم الجمعة الماضي. وأوضحت الوزارة أن حكومة سول تراجع كيفية الرد على خطوة بيونغ يانغ مع مراقبة الوضع، مشددة على أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى إصدار موقف رسمي.
وفي العادة تجري الكوريتان اتصالاً عبر قناة الاتصال المشتركة بينهما مرتين في اليوم في خطوة لأجل إبقاء الحد المطلوب من التنسيق والتواصل بين الطرفين. وعلى خطوط التماس من تلك التوترات، أعلنت كوريا الجنوبية عن إطلاق فرقاطة جديدة مزودة بقدرات مضادة للغواصات والطائرات، فيما أكدت وزارة الدفاع الكورية أن الفرقاطة الجديدة تأتي ضمن مخطط لسول يتم بموجبه بناء 6 فرقاطات لتحل محل القديمة. وفي سياق التحركات الكورية الجنوبية، اتفقت سول ولندن على تعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة النووية، حيث اتفق الجانبان على السعي إلى مشاركة سول في بناء مفاعل نووي جديد في بريطانيا، حيث تمتلك سول قدرة تنافسية في تصميم وبناء محطات الطاقة النووية وتصنيع مكوناتها. يبدأ عشرات الآلاف من الأطباء في إنجلترا موجة جديدة من الإضراب اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام، وذلك للمطالبة برفع أجورهم في ظل موجة التضخم التي تعاني منها إنجلترا. وأشارت مسؤولة بهيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى تأجيل 250,000 فحص طبي. إضراب الأطباء المزمع في بريطانيا يأتي في خضم خطوات مماثلة لجميع قطاعات العمل في إطار سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي تهز المملكة المتحدة منذ أشهر جراء أزمة معيشية غير مسبوقة منذ عقود. نتابع المزيد في سياق العرض التالي والزميل لؤي أباظة. أهلا بكم. لا تزال حالة الإضرابات والاحتجاجات في بريطانيا تضرب قطاعات العمل كافة والمطالب واحدة في كل الأحوال، زيادة في الأجور لمواكبة حجم التضخم غير المسبوق الذي تعانيه البلاد. الأحدث في تلك السلسلة هو اعتزام عشرات الآلاف من الأطباء في إنجلترا الإضراب لمدة 4 أيام بين يومي 11 و15 من أبريل الجاري احتجاجاً على تدني الأجور، وهو ما يثير قلقاً بالغاً لدى السلطات الصحية من أن يكون الإضراب هو الأكبر من نوعه في القطاع الصحي. الخطوة المرتقبة قد تؤدي إلى تأجيل نحو 250,000 حالة طبية والتأثير على سلامة المرضى بحسب الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، في وقت أشارت فيه مسؤولة باتحاد الخدمة الصحية الوطنية إلى أن التأثير المتوقع سيكون أكبر بكثير من تأثير إضراب الأيام الثلاثة الشهر الماضي والذي أدى إلى تأجيل 175,000 موعد وعملية طبية. بدوره حذر المدير الطبي لهيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية من أن 4 أيام من إضراب الأطباء المبتدئين ستتسبب في مستويات غير مسبوقة من الاضطراب، مبديا قلقه بشأن شدة التأثير المحتمل على المرضى في ظل مواجهة المستشفيات انخفاض القوى العاملة الطبية بما يصل إلى النصف على مدى ما يقرب من 100 ساعة. ويأتي إضراب الأطباء المزمع في خضم خطوات مماثلة لجميع قطاعات العمل في بريطانيا، إذ يستمر آلاف العاملين في جهاز إصدار جوازات السفر في المملكة المتحدة في إضراب حتى 5 مايو المقبل للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وسط مخاوف من أن تؤدي الإضرابات إلى عدم معالجة جوازات السفر في الوقت المناسب والمحدد لقضاء عطلات بعض الناس. كما أعلن المعلمون عن يومي تعبئة في 27 من أبريل الجاري والثاني من مايو المقبل، رافضين عرض الحكومة الذي اعتبره قادة نقابية المعلمين أنه يظهر غياباً مذهلاً في الحكم على الأمور وإدراك الوضع السيء بالنسبة لقطاع التعليم، كما أنه لا يعالج قضية نقص المعلمين في المدارس. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً سريعاً عن مشهد الإضرابات والاحتجاجات التي تهز المملكة المتحدة منذ عدة أشهر جراء أزمة معيشية غير مسبوقة منذ عقود. شكراً لكم على طيب المتابعة. أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة أن القوات الأمريكية ستجري مناورات جلوبال ثروندر 23 لاختبار جاهزية القوات النووية،
وقالت القيادة في بيان لها إن التدريبات ستبدأ الثلاثاء، وأشارت إلى أن مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة، وأن الهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي. وأكدت القيادة أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين بما في ذلك بريطانيا سيشاركون في التدريبات. أعلن الجيش الروسي بدء تدريبات ومناورات واسعة في القطب الشمالي، وأكد بيان للجيش الروسي أن مناورات القطب الشمالي هدفها ضمان سلامة النشاط الاقتصادي البحري للاتحاد الروسي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استأنف أمرا قضائيا يطلب من مايك بنس نائبه إبان تولي رئاسة الولايات المتحدة الإدلاء بشهادته في تحقيق حول اقتحام الكونغرس أو ما يعرف بأحداث 6 يناير، بالإضافة إلى تحقيق إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقدم محامو ترامب دعوى الاستئناف بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في مساعي تقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها الجمهوري ترامب لصالح الديمقراطي جو بايدن، ومن المقرر تقديم المذكرات النهائية في الاستئناف بحلول 25 من مايو وفقا للجدول الزمني الأول الذي حددته المحكمة. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وحلفائها يضغطون على الدول الأخرى لتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا. وخلال اجتماع لمجلس الأمن عقد على خلفية استمرار تزويد كييف بالأسلحة الغربية، أشار مندوب روسيا في مجلس الأمن إلى أن عمليات إرسال الأسلحة بشكل سري إلى مناطق مختلفة عبر دول ثالثة تزيد من تشويه صورة تدفق الأسلحة في العالم وتقلل من الشفافية في هذا المجال. أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل كبيرة للأسرى، حيث تم إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكرانية. وقال مساعد الرئاسة الأوكراني أندريا يورماك إن الأوكرانيين المفرج عنهم يشملون المدافعين عن مدينة ماريوبول ومصنع أزوفستال للصلب. وبدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن سجناءها أطلق سراحهم بعد عملية مفاوضات. تتواصل فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين بالمسرح المدرسي بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، تبنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع إحياء المسرح المدرسي. وعلى مدار فصل دراسي كامل استمر العمل مع الطلاب في المدارس المختلفة لاكتشاف مواهب الطلاب وإثقالها، ومن هنا بمدرسة النصر للغات يعرض الطلاب حصيلة جهدهم في عروض وفقرات مسرحية وفنية مميزة. حفل بيمارس فيه الطلاب أنشطة المسرح على جميع المستويات من كيجيهات وابتدائي وإعدادي وثانوي
بنين وبنات، وكانوا موجودين معانا في الزيارة معالي وزيرة الثقافة علشان نقدر نختار منهم المتميزين قوي واللي عندهم موهبة واضحة وظاهرة ان احنا ننميها ونستفيد منهم بعد كده. واحنا بنعد المسرحية بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، ويمكن من خلال الجولات دي بنختار منها الموهوبين. عندنا عدد كبير من المواهب، ودي حاجه كويسه جدا، في مستويات سنيه مختلفه، مراحل سنيه مختلفه، وعندنا الفرايتي ده بتاع مصر. مصر لديها الفرايتي في التنوع الثقافي ده على مدى التاريخ. احنا عندنا كل انواع الثقافات، احنا بس ايه ما عندناش بوتقه بتلم كل ده. فاللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نجمع اكبر داتابيز خاصه بالمواهب الموجودين في المدارس عشان نقدر نعمل لهم البروجرام الخاص بيهم. العروض الفنية تضمنت فقرات تاريخية لمناهج التاريخ بالمراحل التعليمية المختلفة، كما أيضا عروضا أدبية وغنائية وتراثية وفقرات استعراضية وفلكلورية قدمها الطلاب باختلاف أعمارهم. بعد ما شاركت في المسرح المدرسي بقى عندي شخصية، بقيت عندي إمكانيات أكتر، يعني كل فترة بكتشف موهبة فيا أنا ما كنتش أعرفها، فدي حاجة كويسة جدا، بقيت بعرف أتعامل مع الناس الحمد لله، فدي طبعا كلها حاجات مهمة وتعرفت على ناس أكتر. أنا روحت للميس وقلت لها إن أنا عايز أشترك، فكانت بتخدني كل يوم علشان أتمرن على اللي أنا هعمله. كنت بدور مع صحابي وكده فلقيت المسرح، قلت حاجة برضو تفرفش عن نفسي شوية، ومنها برضو إن أنا أفرح مع صحابي وأروح الحفلات وكده، طبعا فرق في حياتي كتير. كنت انا الاول ما كنتش بحب اتكلم مع حد، وكنت بحب ان انا ابقى لوحدي كده، بس دلوقتي بعد ما دخلت بقى المسرح وكده بقيت احب جدا ان انا اتكلم مع الناس واخد ودي معاهم كده في الكلام. الهدف من المبادرة هو اكتشاف مواهب جديدة عن طريق المسرح المدرسي وخلق جيل مثقف علميا وفنيا وبث الروح الفنية وتنميتها والتغلب على المعوقات التي واجهت المسرح المدرسي، غير أن مسرحة المناهج الدراسية وسيلة ناجحة وسريعة في توصيل المعلومة للتلاميذ ومساعدتهم على المشاركة ومنحهم الثقة بالنفس. مرنا عادل، إكسترا نيوز. رياضيا، توج النادي الأهلي بكأس مصر 2021-2022 بعد تغلبه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت بينهما على ملعب استاد القاهرة إلى 120 دقيقة. اللاعب وليد الكورتي تقدم لبيراميدز في الدقيقة 72، ثم سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 74، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. وفي الدقيقة 105 من عمر اللقاء أحرز حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي. يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية في الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز. ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، وأدت هذه المجموعة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمنزيوم لعلاج الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم، كما أعلنت الأرصاد احتمالية سقوط الأمطار على بعض محافظات الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. We'll be right back.
ختام النشرة مشاهدينا الكرام، والآن تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة. الصين تعلن إتمام مناورتها بنجاح في مضيق تايوان والتي هدفت لمحاكاة فرض تطويق حول الجزيرة. بريطانيا تشهد اليوم إضرابا واسعا في صفوف الأطباء احتجاجا على تردي الأجور الوظيفية. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا على أشرطة. إلى اللقاء.